الرضاب المعسول في جود الرسول صلى الله عليه وسلم، رضاب تهش إليه النفوس ويلقى القلوب بلا آذن، نداه ما نداه، كرمه ما كرمه، جوده ما جوده، جود تود الدراري أنها قمم فيه وترجو الثريا أنها وادي كالكوكب الأزهر، رضابه شهد وعرفه عنبر، رياه من ورد وريقه كوثر، له الشمس خدن والنجوم ولائد، له الدر لفظ والدراري قلائد، له من براهين القرآن شواهد، له الفضل ورد والمعالي موارد، والذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وسبب الأسباب، ما دب ودرج على التراب أندى كفا ولا أسخى يدا ولا أجود نفسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوده الجود لا جود يقاس به، ومن يقيس بنشر المسك حلتيتا، لو فاخرته الطباق السبع لانتكست وعاد كوكبها الدري مبكوتا، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تطرب الأنفس من ذكر نداه طرب الإبل على لحن الحداء، عطاياه أشباه السحاب تسوقها، مواعيد صدق كالرياح اللواقح، يؤثر المحتاج على نفسه، ينوع في عطائه، يقترض الشيء فيرد أكثر منه، يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، لا يستكثر شيئا أعطاه الله ولا يستقله، سروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من الندى والسماحة، مبارك أينما كان، أسرع بالخير من الريح تعم جميع ما تهب عليه من الأرض الطيبة وغير الطيبة، فمعروفه يسري إلى كل طالب، وفيه انطوى شهد لذيذ المشارب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وكيف لا يكون كذلك وقد أنزل الله عليه في الأمر بالإنفاق والترغيب فيه آيات وآيات، قد صاغه الرحمن من كرم، فلو مسته راحة باخل أعداه اليمن في يمناه حيث تصرفت أحواله، واليسر في يسراه، أقام لأهل الجود سوقا غلت بها مدائحهم وانحط سعر المنابح، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الجود لفظ هو معناه، وجسمه وهيولا، جبل الأنام على الخلاف، ولا أرى رجلين يختلفان في علياه، يفيض بكل خير مستطاب كمثل الشهد أو حلو الرضاب، أسر قلوب أصحابه وقصاده بجوده وسخائه، فالدنيا بحذافيرها لا تساوي إدخال فرد واحد في الإسلام عنده، علم أن الناس عبيد إحسان، فكان يعطي ليتألف أناسا على الإسلام عطايا عظمى، فيصير من خيار المسلمين، وحال أحدهم طنب خيامك للإقامة عنده ودع ارتحالك. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، حال أحدهم والله لن أرد الأجاج فموردي عذب زلال. لقد كان جوده عن كرم في طبعه وسماحة في نفسه، مع ثقة في سعة خزائن ربه. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، جاءه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فوقف الرجل أمام صورة من كرم عظيم ملكت عليه لبه وذهبت بإعجابه، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. ونادى الناس بعضهم لبعض لفرط الجود: حي على الفلاح. أعطى صفوان 100 من الإبل، ثم 100، ثم 100، أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم. أدرك صلى الله عليه وسلم أن في الدنيا أقوامًا يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فقادهم بما يحبون إلى ما يحب الله، ولم يزل كذلك حتى خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فوكلهم إلى الله. وصفوان شاهد غير متهم يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي،
فلي مهجة أشربت حبه، وقلب أقر له بالولاء تبدل بغضه حبا وبعده قربا. استحال إنسانا بعد أن كان ثعبانا، وصار حبيبا بعد أن كان ذيبا. أصبح لا يرى في الدنيا غير محمد ودين محمد وخلق محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وحاله. لألزمن لزوم الظل سنته، عقدت عهدي على هذا وميثاقي. إنها السياسة الشرعية الحكيمة ممن يعلم أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فلو كان عنده عدد رمال الصحراء ذهبا لفرقه في سبيل دعوته، لأنه مقيم دين وصانع رجال، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال، ففي شرف لا سرف، يفعل بالأموال يوم الندى ما تفعل الأبطال يوم الكفاح، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، جواد يرى أن الغنى الجود بالغنى، وأن ادخار الفانيات معاب، وأن الغنى فقر إذا فاته الندى، وكل سحاب لا يسح ضباب. إن رزق مالا فرقه يمينا وشمالا، لا يمسكه في يده ولا يدخره لغده. لو تحول جبل أحد من الحجارة إلى الذهب ثم صار ملكا له، ما سره ذلك حتى ينفقه في سبيل الله. تلك حقيقة سجلها أصحابه بعيدا عن التزيد والمبالغة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أمام أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. فإن رمت أن تلقى نظيرا لجوده، عجزت ورب الناس عن عد واحد. يصلي العصر يوما، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج إلى أصحابه ورأى ما في وجوههم من عجب لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، فكرهت أن يمسي عندنا فأمرت بقسمته. مطبوع على الجود، الجود من اسمه وفعله وحرفه يأتلف، وأحمد جوده ثابت لا ينصرف، راء كرمه تفخم، ومنادى جوده لا يرخم، صوت لسانه نعم، وصوت بنانه نعم، مثل عليا أضاءت للورى سبل العلياء في الليل الغدابي. ما قال لا مذ كان إلا قوله عند الشهادة: لا إله سواه. يقول جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، إن وجد جاد، وإذا جاد أعاد، وإن لم يجد وعد، ولا يخلف الميعاد، وإذا تصرف فعله في جامد ما خاف بعد تصرف أن يجمد، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، له يد كمثال السحب من كرم، وقاصد البحر لا يرجو الهراميت. هجم الأعراب عليه يسألونه بأسلوب فوضوي في عودته من حنين، حتى ألجأوه إلى شجرة خطفت رداءه، فأعلن الجود وما أسر، وابتدأ وأخبر، وأظهر وأغمر، وحل المعمى، ووضح الاسم والمسمى، وعدل وقوم، وصنف الأسماء والأفعال، وبوب الظرف والحال، وبنى وأعرب ووصل ولم يقطع، وثنى وجمع وقال: ردوا علي ردائي، فوالذي نفس محمد بيده لو كان عندي عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. تلك الصفات لغيره لم تذكر، وهي الشفاء لسامع ولمبصر. لما اعتلى شرفا توالى سيبه، والمزن ما لم يرتفع لم يمطر، فعليه الله صلى وعليه الله سلم وعليه